بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوريا الجنوبية وأمريكا تبدأان أكبر تدريبات عسكرية منذ سنوات، حيث سيقوم الأمريكيون والكوريون الجنوبيون بتطوير ما يسميه العسكريون بتدريبات سلسلة القتل، التي يستهدفون فيها الصواريخ والمواقع النووية في كوريا الشمالية، بالإضافة لمخازن الوقود والتسليح، فضلا عن اسم هذه المناورة أو الهدف الرئيس فيها، وهو ما يطلق عليه قطع الرأس. نكشف معكم في هذا الفيديو عن خطة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية، من يقف وراءها، وإلى أي مدى يمكن أن تتصاعد الأمور في هذه الدولة، والتي يشير إليها كثير من المتابعين أن كوريا الشمالية ربما تكون هي من يشعل عود الثقاب الأول للحرب العالمية الثالثة أو الحرب النووية. وبحسب التقرير، فإن هذه المناورات ستبلغ ذروتها بتنفيذ تدريبات خاصة سميت بمناورات قطع الرأس، حيث سيتم من خلالها استهداف الرئيس الكوري الشمالي بحسب التقرير. ويضيف التقرير أن الرئيس الكوري الشمالي لن يقف مكتوف الأيدي، حيث سيقوم بتنفيذ تجاربه النووية ردا على هذه المناورات، والتي كان آخرها التجربة السادسة في 2017، عملية قطع الرأس اغتيال كيم جونج أون. صرح عقيد متقاعد في القوات الخاصة للجيش الأمريكي أنه في حال القضاء على كيم، فمن الناحية النظرية سيتم القضاء على رأس الثعبان، وأوضح أن الولايات المتحدة لن تقر بشكل رسمي أو غير رسمي بأن اغتيال الزعيم الكوري الشمالي على جدول أعمالها. وقال ستيف ثارب، الذي بدأ حياته المهنية كضابط في الجيش الأمريكي ثم كمسؤول مدني في القيادة الأمريكية، ظهور مفهوم سلسلة القتل منذ 10 سنوات إنه ينطوي على الكشف والضربة الوقائية إذا كان هجوم كوريا الشمالية الكبير الوشيك مؤكدا، حيث سيكون قطع رأس القيادة جزءا من عمل قوات خاصة. سلسلة القتل، كوريا الجنوبية تتحدى جارتها الشمالية. اتفق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير دفاع كوريا الجنوبية في نهاية الأسبوع الماضي على إجراء تدريبات تجرى لأول مرة بعد أن أوقفها دونالد ترامب مباشرة بعد قمته مع كيم في سنغافورة في يونيو حزيران عام 2018. وستحمل هذه التدريبات التي ستبدأ هذا الشهر، والتي سميت على اسم جنرال من القرن السابع هزم الصينيين، كما وستنفذ القوات الأمريكية والكورية الجنوبية المناورات الحربية في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكوريتين. ووعد كيم بإبادة كوريا الجنوبية فيما أسماه تحذير خطير لحكومة كوريا الجنوبية المحافظة ودعاة الحرب. وردا على تقارير كوريا الشمالية، فإن كوريا الجنوبية تفكر بجدية في ضربة استباقية ضد المنشآت النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. طريقة اغتيال كيم، قال بروس بينيت المحلل الكوري في مؤسسة راند، قطع الرأس يشبه الهجمات على القوات النووية الكورية الشمالية، من حيث أنه يتعين عليك تحديد الهدف والحصول على معلومات عن الموقع وتحديد الذخائر المحتملة التي يمكن استخدامها ضده. وأضاف، يمكن تنفيذ المهمة الأولى بواسطة طائرة من دون طيار أو طائرة استطلاع، لكن سيئول قررت أيضا إنشاء لواء من القوات الخاصة للمساعدة في أداء هذه المهمة. لا تصريحات رسمية من كوريا الجنوبية وأمريكا حول قطع الرأس. أشار التقرير إلى أنه لا يوجد أي تصريح من طرفي المناورات بتسميتها بقطع الرأس، وأنها تعرف حاليا باسم سلسلة القتل، وهو مصطلح أطلقته كوريا الجنوبية على هذه المناورات منذ أن بدأت بإجرائها. وبحسب المتحدث العسكري باسم كوريا الجنوبية، فإنها تعني أنه سيتم مهاجمة نظام صواريخ كوريا الشمالية عندما تطلق صواريخها.
قال إيفانز ريفر دبلوماسي أمريكي كبير متقاعد كان يركز على قضايا كوريا الشمالية منذ سنوات محذرا: أود أن أحذر من القول علنا بأن قطع رأس قيادة كوريا الشمالية قد يكون أساس أي تدريب، والإعلان عن أن القضاء على كيم جونج أون ودائرته الداخلية سيكون هدف التحالف سيغضب بشدة النظام الكوري الشمالي ويتطلب أقوى رد ممكن من بيونغانغ، مضيفا أن كوريا الشمالية تدرك ما تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية القيام به وما قد تحاولان القيام به في حالة نشوب صراع، لكن ليست هناك حاجة لفرق وجه بيونغيانغ في هذا الواقع القاسي. لا شك أن هذه المناورات الكبرى والتي تنتوي كل من كوريا الجنوبية وأمريكا البدء بها اليوم، وهي الأكبر منذ سنوات، وذلك مع سعي الحليفين لتعزيز استعدادهما بشأن كوريا الشمالية، حيث جاءت هذه التدريبات الصيفية التي من المقرر أن تنتهي في أول سبتمبر أيلول بعدما تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سون كيول الذي تولى منصبه في مايو أيار بتطبيع التدريبات المشتركة وتعزيز الردع ضد الشمال. وتم تقليص التدريبات في السنوات الأخيرة بسبب كوفيد-19، ومع سعي سلف يون لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ التي وصفت التدريبات بأنها تدريب على الغزو، وأطلقت كوريا الشمالية صاروخي كروز من بلدة أونشون الواقعة على الساحل الغربي الأسبوع الماضي، بعدما بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات أولية على المناورات. وأفاد مسؤولون في سيول بأن كوريا الشمالية أجرت تجارب صاروخية بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، وهي مستعدة لإجراء تجرباتها النووية السابعة في أي وقت. وقال يون إن حكومته مستعدة لتقديم مساعدة اقتصادية إذا اتخذت بيونغيانغ خطوات نحو نزع السلاح النووي، ولكن كوريا الشمالية رفضت عرضه وانتقدته علانية، إذ قالت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلادها لن تتعامل أبدا مع اقتراح كوري جنوبي لتعزيز اقتصادها مقابل التخلي عن الأسلحة النووية. وأضافت كيم يو جونغ بحسب بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية: أعتقد أن خطة مقايضة التعاون الاقتصادي بشرفنا بالأسلحة النووية هي الحلم والأمل والخطة العظيمة ليون، لقد أدركنا أنه ساذج حقا ولا يزال صبيانيا. وشاركت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان في تدريب على الدفاع الصاروخي الباليستي في الآونة الأخيرة قبالة ساحل هاواي في أول تدريبات من نوعها منذ عام 2017، عندما وصلت العلاقات بين سيول وطوكيو إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات. لا شك أن هذه مغامرة كبيرة من طرف أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، وإطلاق اسم قطع الرأس واستهداف رئيس كوريا الشمالية شخصيا بالاغتيال والتخطيط لذلك والإفصاح عنه في هذه المناورات ليس بالأمر الهين. كثير من المتابعين يقولون إن أكثر النار من مستصغر الشرر، وربما تكون كوريا الشمالية وكيم تحديدا هو أول من يطلق الحرب النووية الثالثة أو الحرب العالمية الثالثة، والأيام ستثبت ذلك أو عكسه. متابعين الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.